تبارك وتعالى بعد أن بيّن لنا حال الفريقين أهل الهمم العلية والنفوس الشريفة الأبية ومن لا يبالي من أهل الجهالات والضلالات والذين لا يكترثون بفعل المحرمات وترك المأمورات فمصيرهم شر مصير ومآبهم شر المآبات والعياذ بالله تعالى. فدونك الصلاح أو فسادا أو سخطا أو تقريبا أو إبعادا توجه حيث شئت فأنت مما له وجهت فاختر مما له وجهت فاختر للمليح ولكل وجهة هو موليها فاستبق الخيرات. إذا أردت أن تسلك مسالك أهل النفوس الأبية أي الممتنعة عن الدنايا وتعتلي بك الهمة لارتقاء القمة ونيل الرحمة والاقتداء بالأئمة فتحتاج إلى مراعاة خاطرك وما يرد على ضميرك فراقب أمر الخاطر واضبط وزين الباطن للحق حتى فضله عليك يهبط. فكما تزين ظاهرك لنظر الناس ويشق عليك أن يروك وفي وجهك القذى والقذر فزين الباطن حيث نظر العلي الأكبر جل جلاله وطهره واجعله أطهر حتى تكون علانيتك صالحة وسريرتك خير من علانيتك وسريرتك خير من علانيتك. إذن فخذ الميزان للخواطر فإنها محادثات ومكالمات، إن رضيت سيئها ورضيت خبيثها جرك إلى الظلمات والآفات واقتحام السيئات وأظلم عليك الباطن بأنواع الظلمات وكثفت عليك الحجابات. وإن لم ترتضها ولم تعمل بها ولم تلتفت إليها وخالفتها لم تضرك، فإذا استجبت لخواطر النور والهدى الملقاء من قبل الرحمن إما مباشرة أو بواسطة الملك هدتك إلى الحسنات وزينت ما لا عندك ما هو زين عند رب الأرض والسماوات وقبحت لك ما هو قبيح في ميزان الآيات البينات وعند خير الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حينئذ تقودك إلى الحضور مع العزيز الغفور فتتوالى عليك تواردات الملائكة والروحانيين إلى قلبك والواردات الربانية حتى يتم لك الحضور ويشرق في قلبك النور وتكون في مراتب الشهود للعزيز الغفور جل جلاله. رجع الأمر إلى ضبط الخواطر، وإن صلاح الخواطر يجري في الباطن والروح مجرى العافية للجسد، وفساد الخواطر يجري من الروح والقلب مجرى المرض من الجسد. وإذا كثرت الأمراض بالجسد أقعدته وأتعبته وربما قتلته، هكذلك سيئات الخواطر. إلا أن مختلف الخواطر السيئة كفارتها كراهتها
ودواؤها الإعراض عنها والتخلص منها بصدق الفرار إلى الله واللجوء إلى حسن الذكر على تكلف الحضور واستشعار عظمة المذكور جل جلاله. حتى ذكر بعض أهل المعرفة أن ذكر الله باسم الجلالة الله مع رفع الرأس ومد اللام وسكون الهاء الله يحرق الخواطر السيئة، يحرق الخواطر السيئة، ولا يتمكن الشيطان من إلقاء الخاطر إلا عند الغفلة عن ذكر الله، هي غفلة القلب. وإن كان اللسان يتحرك بالذكر ما يمتنع الشيطان عن الوسوسة عليك إلا أن يذكر قلبك، فلا يقدر أبدا حتى تغفل عن ذكر الله فيوسوس. أما مهما ذكر قلبك ربك فالشيطان يخنس عنك، ولذلك سمي ووصف بالخناس، من شر الوسواس الخناس، يخنس كلما ذكر الله ما يقدر، ما يقدر عليك إلا وقت الغفل عنه. ومن يعش عن ذكر الرحمن أن يغفل نقيض له شيطانا فهو له قريب. من يغفل عن ذكر الله، فما أحسن تحلية القلب بذكر الله، تحلية القلب بذكر الله معنى استشعار عظمته وقدسه سبحانه وتعالى وكريم شريف صفاته وعلي سني حسن أسمائه سبحانه وتعالى، فتتفكر في أسمائه الحسنى وأوصافه العلى وفي أفعاله في الكون وفي المرجع إليه وفي إنعامه وفي إحسانه وما إلى ذلك. فهذا الذكر القلبي هو الذي يمنع عنك وسوسة الشياطين. ثم أن أصل الخواطر اثنان وتتفرع إلى أربعة، أصلها رباني وشيطاني، قال صلى الله عليه وسلم إن للقلب لمتان، لمة للملك ولمة للشيطان، فهذا هو الأصل، لمة للشيطان ولمة للملك. فإنه عند إصغائك لخاطر الملك وارتضائك له يزداد عندك النور حتى تواجهك واردات الخواطر الربانية التي ترسل إلى القلب من الرحمن مباشرة من غير واسطات ملك ولا غيره. وإنك إذا أصغيت إلى وارد الشيطان وخاطر الشيطان ولمة الشيطان تمكنت منك النفس فملكتك وأوردت عليك خواطرها السيئة فتفرعت إلى أربعة، وأصلها لمتان، لمة للملك ولمة للشيطان، وتفرعت إلى أربعة: خاطر رباني وخاطر ملكي وخاطر نفسي وخاطر شيطاني. هذه أصول أو أساس أو أنواع الخواطر كلها ترجع إلى هذه المعاني، ترجع إلى هذه المعاني. إذا علمنا ذلك فإن علامة الخاطر الرباني قوته وألا يستطاع دفعه بحق وغلبته، ففيه أثر قاهرية القهاء. أما العلامة الخاصة بالخاطر الملكي فهي الطمأنينة
وزيادته وقوته بذكر الله، أن يقوى ويزداد بذكر الله. وعلامة الخاطر النفسي تشبثه بالأمر وعدم ضعفه إلا بذكر الموت، حتى أنه لا يظهر الأثر لضعفه بالذكر بسريعا، ولكن بالموت بذكر الموت يضعف، بخلاف الخاطر الشيطاني فإنه يتنقل من سوء إلى سوء بسرعة. أما النفس فالهوى تريد أمرا معينا، أما الشيطان فيريد مجرد الإغواء بأي ضلال بأي مخالفة بأي معصية، يريد منك أي معصية. ولهذا إذا استصعبت عليه في أمر انتقل لثاني انتقل لثالث، قصده أن تعصي ربك، ويضعف بذكر الله. إذا ذكرت الله ضعف. فهذه العلامات المميزة المفرقة بين الخواطر. ثم إذا فقهت ذلك وعرفت التعامل فتأدبت مع الخاطر الرباني وقمت بما يلزم من الأدب معه، ففي الغالب يكون امتنانا بأنواع من الخير، فتقبل هدية الله وتزيد من هداية الله. تارة يكون اختبارا وامتحانا بالشر فتفزع إليه وتتذلل بين يديه حتى يخلصك ويكفيك الشر. وإن كان من خاطر الملك فأن تستجيب، فإنه ناصح وكل بهدايتك وكل بتقويتك في الخير، فتقبله وتعمل على مقتضاه وتقويه بذكر الله. وإن كان من خاطر النفس الأمارة فتتذكر المصير وحالة القبور وساعة البعث والنشور حتى تزيل شره عنك، تصرفها إلى ما ينفعك. وإن كان من خاطر الشيطان فبالاستعاذة بالرحمن جل جلاله وتولع القلب بذكر الله حتى يذهب أثره من باطنك. فكلما أصغيت لإغواء شيطان أسلمك إلى شيطان آخر، فلم يزالوا يتبادلون إغواءك والضحك عليك وتزيين الباطل والشر لك والخديعة لفكرك وعقلك، وتتنقل من ظلمة إلى ظلمة حتى تعود إلى ذكر الله فينفكون عنك فيستلمك الملك. فإن أصغيت إلى خاطر الملك وقمت بالأدب معه وقبوله بحقه أسلمك الملك إلى ملك آخر، فتتناوبك الملائكة فيما ينفعك ويرفعك ويوسع آفاقك في الفهم والعمل والعزيمة والتقوى، فيصير قلبك متردد للملائكة الأكرم. وهكذا حتى تفاجئك الواردات الربانية. فأحسن التعامل مع هذه الخواطر، واعلم أنها محادثات مكشوفة لعالم الخفيات، يطلع على الكثير منها الملائكة والشياطين وسواهم، فاستحي من الله
تعالى في علاه. وصفي من الأقدار سرك، إنه إذا ما صفا أولاك معنى من الفكر تطوف به غيب العوالم كلها وتسري به في ظلمة الليل إذ يسري، وزن بحكم الشرع كل خاطر. زن بميزان الشرع، فمن أقوى التخليصات من كيد النفس والخواطر أن تحمل ميزان الشرع، فلا تقبل إلا ما أقره شرع الله، ولا ترضى بما يخالف الشرع قط من قريب ولا من بعيد، ولا تهمل ولا تترخص ولا تستسهل ولا تتهاون، ولرفض كل ما يخرجك عما هو أولى في الشرع وعما هو أحب إلى الرب جل جلاله، فإنه قد يدخل من باب الترخصات واتباع الأقوال، وقد يدخل من باب التشدد والغلو كذلك، فمن أي باب دخل قصده أن يقطعك عن مسلك الهدى وأن يحجبك عن محبوبات الرب ومرضاته سبحانه وتعالى. فاحذر ولا تنقاد معه لا بسلسلة التساهل والتهاون وتتبع الرخص، ولا بزمام الغلو والتشدد والإفراط، وكن حسن الالتجاء إلى من بيده النجاء وهو الله، وزن بحكم الشرع كل خاطر. فإن يكون مأمورا تعلق بالمأمورات ما أمر الله ورسوله فبادري، فما كان من مأمورات الحق تعالى ومأمورات رسوله فبادر إليه وقم بحقه، فإن يكن مأموره فبادري، ولا يلهينك عنه وسوسة ولا غيره، ولا تخف وسوسة الشيطان. تقول إذا قمت بامتثال هذا الأمر يوسوس عليه الشيطان، فقعد تقعد عن إيش؟ لا 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 لا، قم، سواء كان فرضا ولا عذر لك فيه أو سنة فقم بها، ولا تتركها خوف وسوسة الشيطان، فإن هذا من ضحكته عليك، فإنه لا يوسوس عليك في العبادة إلا ليفسدها عليك، فإذا تركتها من أصلها فقد ساعدته وخففت عليه التعب والمشوار، فقد تركت الأمر من أصله، لو أقمته لفكر في إفساد كيف يفسده عليه، لكن إذا تركته من الأصل فهذا أحسن عند إبليس. فكم يصد الناس عن سنن ومستحسنات وواجبات في الشرع، يقول هذا إذا تعمله تكون وسوس عليك، هو الشيطان يقول وسوس عليك الشيطان، فأحسن لا تعمل، إذا عملته تكون إلا مرأي وتكون، فأحسن لا تعمل. فإن صدق عدوه قعد عن العمل، وربما جاءه في القعود عن العمل ونفق فيه، فقال أنت أحسن منهم، دول اللي يعملون أكثرهم رأين فيهم، الله قدوا قاعد ولا يعمل وعدوا بيعجب هو إنا لله. كان علي بيجاهد ولو عمل وبيدخل على العجب يردوا عليه، ده الحين قعدوا وعجبوا فوق القعود، لا حول ولا قوة إلا بالله، يضحك عليه ويخليه في قعوده وتأخره يشهد نفسه أحسن من العاملين، لا حول ولا قوة إلا بالله، خبيث يضحك عليه. ولهذا يقول فإن يكون العمل أمامك والأمر من المأمور به في الشرع فبادري، ولا تخف وسوسة الشيطان، فإنه يسلط على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا
وعلى ربهم يتوكلون. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وبنفسه يبين هذا في القيامة، يقول وما كان لي عليكم من سلطان، ما يقول ما كان لي عليكم سلطان، من سلطان يعني نهائيا ما كان لي أي سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إذن فهذا هو قدره، اخسأ فلن تعدو قدرك، فإياك أن يضحك عليك وترفعه فوق قدره وتنزله فوق منزلته وكأنه الفعال لما يريده، خبيث مريد ما يساوي شيء. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الله يرزقنا الإنابة ويرزقنا الاستقامة ويرزقنا الأدب ويرزقنا الخشوع ويرزقنا الخضوع، يرفعنا إلى المراتب في عافية بسر الفاتحة.